بكم الاخوان والاخوات، معكم عندنا فلوق فيديو جديد. فيديو ديال اليوم يكون عباره عن واحد الفيديو اللي غادي نمشيو نصومو فيه الاسمنه ديال الحواله ونشوفوا شحال وصل السوق بمدينه القصر الكبير، سوق لحد بمدينه القصر الكبير الخوت. ونخليكم مع الفيديو. انتم كما كتشوفوا الخوت تاع الخرفان تبارك الله، كاين الخروف داخل السلعه. شوفوا كما كتشوفوا الخوت الخرفان، الخوت شحال الثمن ديال هذا ديال هاد المباركة؟ 200 كاملين 200. شحال 200 بالدرهم؟ شحال بالدرهم؟ 2000 درهم. 2000 درهم تبارك الله، الله يعاونك. انتوما كيما كتشوفوا الخوت، انتوما كيما كتشوفوا الخوت على الخرفان تبارك الله. الخير نشر 5000 درهم 450، راه الحالة زوينة. الخير الخوت كلهم تاع 200 الفرنك. دير شي ثمن العمو، حيدو البيكالا، دير شي واحد شي ثمن. 35. شحال 35؟ 175. 175 فرنك. 500 درهم وشي حاجة. هانتوما كيما كتشوف 175 فرنك الواحد. الخير 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 في مدينة العصر الكبير بالسوق الأسبوع سوق الحد. لا يعاونك العمو. هانتوما كيما كتشوفوا الخوت، شو تبارك الله. شوف سولوا الاولاد المبروك شحال داير. هانتوما كيما كتشوفوا الخير الخوت. تصور تعطيني 100 ريال. سلام علاش لا؟ انا صور. هانتوما كيما كتشوفوا الخوت. صور شحال داير العمو؟ العمو شحال داير؟ ها؟ 86. 86 86 شحال بالافراك؟ صافي 86 الخوتري. ها هو الخير خير. هي 2300 درهم. شوف هو الخوت الخير. قالت شحال داير هاد البركات؟ شحال داير هاد البركات هادو؟ ها كتبيعهم شحال دايره؟ مثلا هادي اللي زغطا 2300. شحال 2300؟ 3200 الخوت. ها الخروفات اللي باغي خروفات. شوفوا الخوت تاع الخرفان الخوت، الخروفات هادو شي الخرفان. ها شحال دايرين هادو الواحد؟ تعرف 60 فرنك 600 درهم الرخامة. درويش يعيش كلشي يعيش. هيا الخوت تبارك الله، خروفة مليحة 400 درهم الخوت. هاي تبارك الله الخير كل شيء عيشة. شحال هاد المرزاء عالم؟ شحال هاد المرزاء؟ صغيرين انا وياه. لا ما تبنتيش انت. ها؟ تبنتيش انت. انت مين؟ انا عمنا 700 درهم. الله يعاونك عمي. هانتوما كيما كتشوفوا الخوت، الحاولية خاصة هنايا في سوق الحد بمدينة القصر الكبير الخوت. هانتوما كيما كتشوفوا الخروفات كتجبر 400 درهم 600 1000 درهم. هي 1000 درهم وهادي اللي مليح 1000 درهم. هادو من العجل واعر تبارك الله، شي حاجة مليحة الخوت. عاونك العموم. شحال داير هاد المرزاعة؟ شحال داير هاد المرزاعة؟ 12000. الله يحفظك عمي. العموم شحال هاد المرزاعة الله يحفظك؟ 4000 درهم تبارك الله. هاي 4000 درهم اللي بغا يشري يجي عند السوق، يجي عند الأخ يعدل معاه. اللي بغى يشري جا عند الاخ يعدل معايا. لمو شحال داير هاد المرزاعة؟ شحال متر؟ 5000 درهم. اه لا حال امين. وهادي كحلة؟ كحلة لمو شحال داير؟ الله يعاون. كما شفتو الخوت كانت هادي هي الجولة ديالنا في هاد الميني فلوك في هاد السوق
ديال الحولي. لا بغيتو مره اخرى ندير لكم اثمنه ديال البحار والكيدار، نعاود لكم حتى الاثمنه ديال الحولي من قرب العيد، نديروها لكم الخوت. اكتبوا لي في التعليقات ودعمونا وبارطاجيو الفيديو، وحنا ما نساوكمش يا الخوت. حنا راه باقي ما دخلش الحولي دابا بزاف، نتوما كما شفتوا كاين الخروفات بزاف وصافي. اما راه بلات شويه ماسك هاد البلاصه هادي، راه ماسكاش تجبروا فين الدور، هادي عامره اللي هي عامره، هادي عامره كلشي خوت تجبروا عامر. المهم بارطاجيو الفيديو، لا دعمتوني بزاف هاد الفيديو هذا، نعاود لكم مره اخرى فيديو اخر. يلا سلام.